للمزيد ينضم إلينا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، بعد التحية، يعني المؤشرات تشير إلى عدم وجود إرادة سياسية إسرائيلية بالفعل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. برأيك ما جدوى التفاوض في ظل مجازر مستمرة كل يوم؟ يعني أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. خلينا نقول ان اسرائيل ومن حوالي 10 شهور او اكثر بتضيع فرصه وراء اخرى لامكانيه التفاوض الصحيح والوصول الى حل وانهاء وايقاف اطلاق النار في غزه. واحنا بنشوف يعني بصفه شبه يوميه مجازر ترتكب من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي ومخالفات صارخه للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللالتزامات التي تتحملها سلطات الاحتلال في المناطق التي تحتلها تجاه تعاملها مع السكان المدنيين. كل دي مخالفات بترتكب من جانب إسرائيل، مجازر بترتكب ضد، شفنا قصف لمدارس، قصف لمستشفيات، لدور عبادة. والحجة الإسرائيلية اللي بتتقال دايماً أن هناك أفراد من حماس في هذه المناطق، ودي طبعا أمور غير صحيحة. وإحنا شفنا كان آخرها المجزرة اللي حدثت فجر اليوم في مدرسة التابعين وقصفتها إسرائيل بنفس الحجة، واللي أدت يمكن الأعداد النهائية غير معروفة حتى الآن، إنما هي بتتجاوز 100 حتى الآن، وعديد 100 من الشهداء وعديد من القتلى. إذا ده بيوضح إن إسرائيل سواء في مراحل سابقة أو الآن كلما تقترب جهود لإيجاد حل، كلما يصدر قرار دولي، يصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية أو تظهر مقترحات لإيجاد إيقاف لإطلاق النار، نجد هذه المخالفات الجسيمة الإسرائيلية تتزايد. إن إسرائيل عندما توافق مبدئيا على التفاوض تضع شروط وتعيق العمليه كلها او تضع مطالب جديده. اذا هي دي الحقيقه الحلقه. طب يعني كما ذكرت حضرتك اسرائيل بتضيع الفرص متعمده، ما الهدف من اطاله امد الحرب وفقا لوجهه النظر الاسرائيليه؟ يعني وشوفي حضرتك، يعني يبدو الامر من وجهه نظري انه لا توجد اراده لدى اسرائيل لانهاء الهجمة الوحشية التي تشنها على غزة. الهدف من كده يمكن قد يكون مرتبط بالأوضاع الداخلية في إسرائيل وبوضع الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، واللي بيجتمع فيها اليمين المتطرف العلماني واليمين المتطرف الدين. إنهاء الحرب في غزة معناه ربما أن هذه الحكومة على الأرجح لن تستمر، وستجرى انتخابات مبكرة في إسرائيل لن تؤدي إلى تواجد هذه الحكومة، وربما أيضا يتم محاكمة مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت هذه المحاكمات محاكمات دولية أو حتى محاكمات في الداخل. يعني هل نتنياهو يأمل في نصر ما يجنبه هذا المصير؟ ربما هو بيهتم الآن باللعب على عنصر الوقت وإطالة الوقت يعني لأقصى درجة ممكن. طيب دكتور إكرام، من الناحية الأخرى، يعني هذا الاستخفاف الشديد بحياة المدنيين بهذا الشكل مما يثير غضب الشعوب في العالم أجمع، وأتحدث عن الشعوب وليس الحكومات، يعني هذا الاستخفاف بالمدنيين ألا يعني قد يمثل ضغط على الحكومات لمزيد من الضغوط على إسرائيل للإسراع في المفاوضات أو للتوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل سياسي أو بشكل قانوني؟ يعني أنا متفق مع حضرتك تماما أنه بيثير غضب الشعوب في العالم، ولكن في السياسة القرارات بتتخذ على المستويات الرسمية، وهي دي المشكلة الحقيقة. يعني في تخاذل دولي على المستوى الرسمي الحقيقة، سواء كان على المستوى المؤسسات الرسمية الدولية أو على مستوى الدول الكبرى والتي تساند إسرائيل. ولولا هذه المساندة وهذا الدعم الذي تلقاه إسرائيل من الدول الكبرى ما كانت تستطيع القيام بهذه المخالفات التي تقوم بها لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
والمخالفة أيضا للمنظمة الدولية ولقرارات مجلس الأمن. إذن هي دي المشكلة الحقيقة، وهي دي اللي بتعطي إسرائيل وتعطي الحكومة الإسرائيلية الحالية الفرصة في المماطلة والمراوغة وإطالة أمد هذه الحرب والتي يتزايد ضحاياها من الأشقاء الفلسطينيين يوما بعد يوم. أشكرك جزيل الشكر دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.